نفرا نشكركم على المجيء ديالكم لهذا اللقاء اللي كنعتبروه لقاء او هو ليس بلقاء بل بتعريف بالتاريخ المملكه المغربيه. وهنا كنتكلموا في هذا المعرض على القفطان المغربي اللي بغينا نعرفوه لاعضاء المكتب ديال اليونسكو للسفراء والوزراء ديال الدول اللي ممثله داخل اليونسكو. بالطبع هذه طريقه المغرب باش ليس فقط في إطار الاتفاق اللي عندنا مع اليونسكو ليس فقط الحفاظ على التراث المادي ولكن حتى التعريف به. والتعريف مهم جدا، التعريف فاش هاد الاخوات والاخوان مولفين، هاد السفراء وهاد الوزراء مولفين يعني في السابق انهم فقط نعرفوهم بطريقه يعني ورقيه في باريس، ولكن اليوم استغلنا الفرصه ان اللقاء دار في مدينه الرباط باش يزوروا باش يشوفوا باش يلمسوا يعني الجو التاريخي اللي كتعرف او التغير اللي عرفته مدينه الرباط في إطار الترميمات تحت يعني الرؤية الملكية السامية وحتى التقدم اللي عرفوا تاريخ المملكة المغربية. وهنا كنتكلموا مرة أخرى على القفطان وتاريخ القفطان من هذه أكثر من 200 سنة حتى 2023 ومسار اللي عرفوا القفطان المغربي. كيف ما كتعرفوا المغرب ووزارة الثقافة كتوجد بشراكة مع المجتمع المدني باش نقدموا القفطان كتراث لا مادي مغربي واليوم معترف به على الصعيد الدولي. هذا ينخرط بالطبع في تعليمات جلالة الملك، وثم عقدت البارح في الرسالة الملكية السامية أن سيدنا الله ينصره ذكر بأننا خاص يكون واحد المشترك مع اليونسكو باش نحاميو على التراث اللامادي ديال الدول، وبالطبع نمنعوا للأسف ما نراه هنا وهناك سرقة من طرف بعض الشركات أو من طرف بعض الدول للتاريخ وللهوية ديال المغرب، بيسكو احنا كنتكلموا هنا على بلادنا على المغرب. وفي نفس الوقت نذكر بأن سيدنا الله ينصره البارح تكلم على خلق المركز الوطني للتراث اللامادي. هذه بالنسبه لنا مهمه جدا لان المراكز ليس بهم يعني ما كاينينش بزاف على الصعيد الدولي، والتحدي بالطبع بالنسبه لوزاره الثقافه هي بعد نشاه هذا المركز الوطني للتراث اللامادي هي واللي معترف به من طرف اليونسكو اولا، وحتى من بعد في اطار الشراكه اللي درنا مع اليونسكو هذا الصباح هي كذلك نساعدوا في اطار التعاون اللي دائما كيشير ليه جلاله الملك في اطار التعاون جنوب جنوب، نساعدوا الدول الافريقيه الاخرى هم كذلك باش يوليو يحاميو على تراثهم المادي واللا مادي. اذا هذه خطوه بالنسبه لنا ايجابيه جدا. اسمحوا لي طولت عليكم شيئا ما، ولكن بغيت غير نزيد واحد النقطه اخيره هي كاين المجال الثقافي والمجال ديال الرمزيه ديال الدفاع على تاريخنا وهويتنا، ولكن حتى المجال الاقتصادي داخل في اطار الحمايه على تراثنا المادي واللا مادي. علاش؟ لان لما كنتكلموا على السياحه والسياحة الثقافية، ما هي السياحة الثقافية في الأخير؟ هي تاريخنا، هي هاد المآثر اللي كنشوفوها، هي هاد التراث المادي ولا مادي اللي خصنا نحافظوا عليه باش بشوية بشوية بالطبع مجموعة ديال الزوار غيجيو يزوروا المغرب ليس فقط على الجمالية الطبيعة ديالو والبحر والشمس، ولكن حتى على تاريخه ويعني التقاليد المغربية وتراثنا اللامادي.